بالنسبه لسؤال اليوم حول الشكايه التي تقدم بها المستثمر الفرنسي في مواجهه السيد الزرهاني محمد الذي قام بتوثيق واقعه دهس وبطر وقتل الاغنام وتهديد بارتكاب جنايه بالنسبه له وبالنسبه للطفل الصغير تلقى موكلي استدعاء من الضابطه القضائيه على اساس ان المستثمر الفرنسي بعد خروجه من السجن تقدم في مواجهته بشكايه من اجل التشهير ومحاولات القتل اكيد ان هذه الشكايه يبقى من حقه التقدم بها لاعتبار ان الولوج الى القضاء والى وحق التقاضي هو حق مضمون دستوريا وحقوقيا الا ان توقيت الشكايه بالضبط نجد انه تزامن مع تعيين ملف حسن الشتيوي الراعي الذي تم دهس اغنامه ونظن ان هذه الشكايه كيديه ولا اساس لها ولا اساس قانوني لها، اذ اسات لترهيب موكلي وحسب رايي في هذه الظروف، ولمنعه من ادلاء باي تصريحات في المرحله الاستئنافيه. اود ان اقول بان موكلي يعيش ظروفا نفسيه صعبه، اذ انه قام بواجب كان حريا ان يشكر عليه وان يجازى عليه لاعتباره بلغ عن جريمه بنشر الفيديو وهي وهذا ما ادى الى تدخل السلطه للحد من الممارسه التعسفيه للمستثمر الفرنسي. وبالتالي نقول باننا ننوب في هذا الملف وقمنا باجراءات موازيه قصد الدفاع عن حقوق موكلي